الوغ انا فرحان بزاف اللي موجود في هذه المدينه الجميله اللي هي مراكش، مدينتي الثانيه. كل عام كنت كنجي ليها مع الاب ديالي الله يرحمه، كانت عزيزه عليه، يا ربي امين. وانا اكثر فرحان هذا العام لاول مره غادي نغني في هذه المدينه، وعندي ان اكسبلوا في حياتي في 15 عام ديال الكارير. اول مره غادي ندير جوج سهرات في ليله واحده وفي جوج الاماكن تاريخيه، اللي هو هذا القصر الجميل، قصر بهيا، والساحة المعروفة عالميا ساحة جامع الفناء. فالحمد لله عندي هذا الزهر، وكنتمنى ربي يكون معنا اليوم ان شاء الله يا ربي. الله يكبر فيك، الله يكبر فيك. كنبغي نشكر بزاف المنظمين المهرجان وعلى راسهم الاستاذ الدكتور الكنيدري اللي كيوقف على هذا المهرجان بجديه، وكيهتم بزاف بالتراث المغربي الوطني ديال الفولكلور اللي من طنجه حتى للقويره، وهنا المغرب كامل كيتجمع التاريخ ديالو الموسيقي في هذا المهرجان اللي تبارك الله ولا عريق واقدم مهرجان في في افريقيا ولا في المغرب. فالحمد لله انا متشرف بتواجدي هناك، كنمثل عائله ميغري، ومعايا باندا جميله جدا، سيكسيون دو كويفر، سيكسيون دو بيركوسيون، ونتمناو نديرو سهرات جميله هنايا. Yeah.
شكرا.